هنأخذ اليوم اللي هو موضوع اللي هو الانفورميشن ثيوري. في الانفورميشن ثيوري هندرس موضوع انه قديش نقيس الانفورميشن، هندرس السورس انتروبي، هندرس هوفمان كود، هندرس عدة مواضيع. لما أقول أنا نظرية المعلومات، إيش معنى كلمة معلوم؟ لما نقول information، information is تعريف information is a new data is a new data is يعني بمعنى آخر أنت data قبل هيك أجت لك بس بتعرفهاش، فعرفت فصلت إيش information. لو هذه الداتا بتعرفها من أول مدان إيش لا تعتبر إيش new data. طيب أجى العالم، أجى العالم عالم هارتلي قاس كمية information اللي إحنا بنستفيدها من المعلومة اللي أجت لي، من الداتا اللي أجت لي. هارتلي measured the amount of information by the following law. ايش هو قال لك الامونت اوف انفورميشن؟ هي ايش لو قال لك واخذ رمزها قال لك الامونت اوف انفورميشن اللي هي بتساوي I للسيمبل S صار سيمبل، كمية المعلومات اللي اخذتها من السيمبل S هي عبارة بتساوي log البيز 10 واحد ايش على B. كلام جميل على B، كلام جميل. الآن ايش المقصود في القانون هان؟ مقصود انه هان قال لك given if I received symbol S with a probability B، يعني احتمالية حدوث ال S حضورتي then the amount of information the amount كمية المعلومات obtained from S اللي هي بتساوي IS، يعني معنى آخر إنه IS بتساوي log العشرة واحد على B وتساوي ناقص log العشرة في البي. ولكن في الكوميونيكيشن إنجينيرينج دائما في الكوميونيكيشن إنجينيرينج إخوان مستخدم مش بيز عشرة، مستخدم مش بيز تو، وبتصير الوحدة إيش بت. usual in communication engineering in communication engineering we use log with base 2 and the unit الوحدة بتكون ايش and the unit will be bit. كلام جميل. اذا IS بتساوي log الاثنين للواحد على B وتساوي ناقص لوج الاثنين في البي. هذه كمية المعلومات اللي أنا بستفيدها. لاحظ إنه أنا بدي معلومة اللي بدي أقولها هنا، لاحظ إنه كلما زادت عدد البت كلما زادت كمية المعلومات، كلما زادت البت كلما زادت كمية المعلومات. معنى آخر المعلومة بدي أقولها if number of bits increases اللي هي IS كمية المعلومات بستفيدها ايش increases. هذا واحد. if كمان B probability decrease برضو number of bits increase، وإذا هذا number of bits increase يعني كمية المعلومات IS increase. إذا الكل تعتمد على البي، إذا احتمال حدوث البي قليل أو
أو توقعك لحدوث البي قليل، بكون كمية نمبر اوف بت كتير وبتكون انفورميشن كتير. بمعنى آخر إنه أنت أجالك على الصف على الفصل شخص مش عارف من هو الشخص، مش متوقع إنه يجي مثلا علي على الشخص، ف بالنسبة لك احتمال حدوث علي probability إنه يجي على علي على الفصل probability إيش؟ 0%. طيب إيش كمية المعلومات حتاخدها؟ هذا كمية معلومات عائلة جدا، أنت هذا معلومة جديدة، أنت مش عارف إنه مين يجي لك، إنه حالي حيجي على الصف أو مش حيجي. فاحتمال إنه يجي لك على 0%، كمية المعلومات اللي تاخدها اللي هي IS بتساوي ناقص لوج الاثنين للصفر، اللي هي بتساوي قديش من النهائي. طيب لو أنت أتوقعت هذه على حيجي على الصف وذي probability 100%، أنا عارف إنه أنا ماخذ معاه معاد مع علي، يعني probability 1 0% اللي صفر تساوي صفر، probability أنا عارف إنه علي حيجي على الصف، إذا متأكد إنه هذا بالنسبة لي هذا مش معلوم، أنا عارف إنه حيجي على الصف. إيش الآي إس في الحالة هذه؟ كمية المعلومات على الصف تساوي ناقص لوج الاثنين للواحد بتساوي إيش؟ صفر. إذا الآي إس تتراوح ما بين صفر وما لا نهاية، كذلك البي تتراوح ما بين صفر وواحد. تمام هيك؟ طيب لما كان صفر كان ما لا نهاية، مثلا لو كانت البروبابيليتي بتساوي مثلا نص، يعني أنا 50% حيجي و 50% مش حيجي، أو مثلا تمن، بلاحظ إنه كمية المعلومات في التمن أكتر منها في النص، لأنه عدد البت حيكون هان أكتر. تنشوف كيف بنقول هالك اي اس بتساوي ناقص لوج الثمانية ناقص لوج تصير ايش؟ تصير موجب للاثنين وتساوي 3 بيتس. هذه اي اس بتساوي ناقص لوج الواحد على 2 وتساوي لوج 2 للبيتس 2 وتساوي ايش؟ 1 بيتس. اذا ممكن تبع الوقت اكثر في 3 بيتس لانه البروبابيلتي حدوثه اقل، سميت هذه بي 1 وسميت بي 2، اذا بي 2 اقل من بي 1، اذا اي اس 2 هذا اي اس 1 اي اس 2 اكبر من اي اس 1، وهذا 3 بت وهذا 1 بت، هذا ايش؟ 3 بتس وهذا ايش؟ 1 بتس. تمام هيك؟ تمام. طيب هيك احنا فهمنا انه كل ما زاد البت كل ما قال كل ما زاد هذا ايش؟ انفورميشن. ناخذ هذا موضوع اخر اللي هو حاجه اسمها السورس انتروبي. سورس انتروبي او بنسميه اتش اس. الاتش اس لو كان انا عندي اكثر من سورس، لو كان عندي هي اس هذا سورس اختصار ايش؟ اكثر من سورس بتدل على اكثر من سورس، عندي سورس واحد وعندي سورس اثنين وعندي سورس ثلاثة وواحد سورس اس ان. اذا اس هي عبارة عن الدومين اللي بيحتوي كونتين دومين مجال بيحتوي على اكثر من سورس، او الاناء اللي بيحتوي على اكثر من سورس. البروبابيليتي لكل سورس هذا السورس الدومين هذا ممكن حتدخل البروبابيليتي هذه، وبروبابيليتي حدوث السورس الاول بي واحد، السورس الثاني بي اثنين، السورس الثالث بي ثلاثة، وهكذا لحد ايش؟ بي ال. يعني انا عند اكثر من سورس، عند اكثر من مصدر، حدوث كل مصدر ايش؟ بروبابيليتي تختلف عن الثاني. فايش الاتش اس تاعت هذول الاكثر من سمبل؟ اذا الاتش اس هو عباره عن الافرج فاليو، افرج فاليو اوف ذا انفورميشن ذات اوبتيند فروم جروب اوف سمبلز. يبقى اللي هي الافرج
information that obtained from a group of symbols. A group of symbols. يبقى الأفرج لما عند هذا السورس أو سيمبل واحد عند group of symbols حدوث كل واحد كالتالي. إيش الأفرج information؟ إحنا تعلمنا الأفرج e of x إيش بيساوي؟ summation x b of x صح؟ على x i على i حط على i على i b i i من نقص infinity لإنفينيتي. وكمان ممكن لو كانت الـ x function في الـ t خلي بالك ويساوي x i t b t b t ليش احتمال حدوث الـ x احتمال حدوث ايش الـ x دلالة الـ t تمام او احتمال حدوث الـ t x لانه الـ x لاحظ الـ x function في الـ t الـ x function في الـ t وبالتالي البي تي هي حدوث احتمال حدوث ايش التي هنا الاكس مش فانكشن ولا في حاجه بي اي اكس بتساوي اكس اي في احتمال حدوث مين الاكس هذا صح وهذا صح خلي بالك ممكن تكون الاكس فانكشن في التي وثيتا بس المتغير ثيتا بنقول هنا بي ثيتا طيب الان ممكن الان انا بدي ايش اللي بدي بالنسبه لمين للاي اس الافرج الاي اس لانه انا عندي كل واحد لها اي اس يعني هذه الاولاني عندها اي اس ان هذا عندها اي اس واحد كل واحد بده الافرج تاع الاي اس بتساوي سمشن اي اس السيمبل اي طبعا على السيمبل اي في مين في بروبابيليتي الاس اي في احتمال حدوث مين الاس اي فهذا تساوي سمشن على الاي اي اللي هي ايش بتساوي هذه قلنا لوج واحد على البي اي في ايش في بي اس اي اللي هي هاد بتساوي سمشن على الاي سمشن على الاي ناقص بي اي في لوج البي اي اذا السورس انتروبي من هنا بطلع H S اللي هي A S E I S average S اللي مسميها H S source entropy بسمى إيش source entropy وتساوي summation على I في هنا عند لما أرفع هذا فوق بصير إيش هذا إيش سالب فهنا في عندي سالب بطلع السالب برا B I log ال B I للبيزي إيش اثنين هيك طلعنا هي ذا السورس انتروبي اتش ايش اتش اوف اس طيب الان انا لو جيت بدي اخذ لي بعض الامثله اخذ امثله ونشوف هذه الامثله قلت لك اكزامبل قلت لك انا عندي سورس في رقمين اي وبي حدوث probability لحدوث كل واحد هذا نص وهذا نص ممكن احصل على هذا بنص واحصل على هذا ايش بنص find h of s h of s في الحاله هذه ايش بتساوي ناقص bi في log اللي هي summation summation طبعا تحط شرط الناقص summation على i bi لوج البي اي وتساوي ايش بتساوي هذه ناقص نص لوج النص ناقص نص لوج النص وتساوي عندك هنا نص لوج الاثنين للبيز اثنين وهنا زائد نص لوج الاثنين النص ترفعها فوق بصير اثنين بالناقص ناقص ناقص بزائد بصير نص لوج الاثنين وهنا نص لوج الاثنين لوج الاثنين هنا واحد اذا نص
زائد نص وتساوي واحد ايش 1 بتس، وتساوي الجواب ايش بتساوي الجواب 1 بت. ناخذ كمان سؤال نفس الاشي، اخذ كمان سؤال مثلا قلت لك A و B و C هذا عبارة عن سورس أو عبارة عن سورس في ثلاث أحرف، احتمال البروبيت لكل واحد عندك 1 من 10 أو بلاش 1 من 10 مثلا هذا التمن وهذا التمن، تمام تمن وتمن وهذا كمان 3/4، لازم يكون مجموع نيش واحد، لازم يكون مجموع نيش واحد، تمن وتمن تمنين ربع وهذا 3/4. ايش السورس انتو بتاعتهم اتش اوف اس؟ اتش اوف اس بتقول تمن لوج 8 للبيزا 2 زائد تمن لوج 2 اس 8 للبيزا 2 زائد 3/4 لوج 4/3. بدك تشقلب هذا بصير هذا 1/4، 1/3/4، 4 ليش؟ على 3 زي ما شقلبت ثاني. هذه عبارة عن تمن في لوج 2 في 2 اس 3 زائد تمن في لوج 2 في 2 اس 3 زائد 3/4 في لوج 4/3 بزد 2، هذه تعتبر تمن في 3، هذا تمن في 3، هذا 3/4 بدك تطلعها، بدك تطلع القيمة هذه لوج 2/4/3 بدك تطلعها، هذه القيمة تطلع ايش؟ 3/8 في 2 هذا 6/8 زائد 3/4 في لوج 2/4/3 بطلع الجواب بالبتس. هذا ايش بدك تحسبها، تمام؟ هاي طيب ناخذ كمان اخر مثال هان في الموضوع هذا، ناخذ اخر مثال. قلت لك انا لو كان انا عندي باينري سورس، عندي ايش باينري سورس، باينري سورس جيفن باينري سورس جيفن باينري سورس اس بتساوي برضو اي وبي باينري، هذا بكون واحد وكل صفر، هذا صفر هذا بكون واحد، وقلت لك البي بروبابيلتي. طيب نرجع للباينر سورس، عندك باينر سورس جيفن بتكون من رقمين اي او بي، اي اما بتاخذ صفر او بتاخذ واحد، وبي اما بتاخذ صفر او بتاخذ واحد. فلو كان مثلا صفر السورس صفر وواحد هتكون بروبابيلتي بي صفر وبي ايش وبي واحد، بي واحد طبعا ايش بتساوي؟ واحد ناقص بي زيرو. لو كان السورس واحد وصفر هتكون بي واحد وهذه ايش؟ واحد ناقص واحد وواحد ناقص بي واحد اللي عبارة عن مين؟ بي زيرو. طيب بده اتش اوف اس وبده بلوت اتش اوف اس، اتش اوف اس حسب القانون بتساوي ناقص سمشن على الاي بي اي لوج 2 بي اي اللي بتعطي بتطلع مباشرة عوض مباشرة عوض عن الزيرو، ناقص بي زيرو لوج 2 بي زيرو ناقص بي واحد لوج 2 بي واحد، وبي واحد يعبر عن مين؟ بي واحد عبارة عن واحد ناقص بي زيرو عوضه، هنا بطلع لك ايش الجواب؟ ناقص بي زيرو لوج 2 بي زيرو ناقص واحد، انه بي واحد بتساوي ايش؟ واحد ناقص بي زيرو، وهنا بي واحد بتساوي ناقص ايش؟ واحد بي زيرو. بعطيك ايش هو؟ هذا هو القانون اللي هو اتش سورس انتروبي فور باينري سيستم فور باينري سورس. لو جيت رسمناها لاحظ انه مجهول هنا عندي بي زيرو بتخليه بي واحد، فبترفع كل حرف الزيرو تحط واحد بتصير هنا بي واحد، هاي السورس هاي السورس انتروبي اتش اوف اس، حط ثلاث قيم صفر ونص وواحد عوض عنهم. صفر بحط البي صفر، صفر في اي حاجه صفر، اول واحد صفر، ثاني هان حاجه واحد ناقص صفر واحد لق الواحد بيساوي صفر بيطلع الجواب صفر، حط لهنا واحد واحد ناقص واحد صفر بطلع لوج الواحد لوج الواحد ايش صفر، وهنا حط لي لوج 2 للواحد صفر بتطلع عند الواحد برضه صفر، حط عوض عند النص لوج 2 للنص هنا بطلع في نص حيطلع نص، وهنا حيطلع نص اجمعها مع بعض هتطلع ايش واحد،
بطلع الشكل بهذا الشكل، هو الرسم تاعت السورس انتروبي في الفور باينر سورس بهذا الشكل. وشكرا. موضوع جديد هو كرافت انيكواليتي، كرافت كرافت انيكواليتي هاخده ضمن الموضوعات اللي هي الخاصة في الانفورميشن ثيوري، في نظرية المعلومات. انتو زي ما انتو عارفين المحاضرة السابقة اخذنا H of S بساوي submission ناقص BI log BI، وهي وحدتها كانت البت، وهي مجموعة عبارة عن متوسط المعلومات اللي انا باخدها من مجموعة من السورسز او مجموعة من السيمبلز، مجموعة من السيمبلز. الان الكرافت انكواليتي شوف كيف انا بستخدمها. لو انا كان عندي مثلا حرف الاي حرف البي وحرف السي، حرف الاي اعطيته كود اللي هو صفر، هذا اعطيته كود 1 0، هذا اعطيته كود 1 1 0، هو حرف الدي اعطيته كود مثلا 1 1 1. شوف وفي عندي كمان رسالة اعطيت كود تان اي بي سي مثلا، هذا صفر هذا 0 1 هذا 0 0 1، وهي مثلا الدي 0 0 0 0 0 1 0 مثلا. اشوف ايش الفرق بين هاد وهاد. هل رحت استلمت مسج مثلا 0 0 1 0 1 1 1 1 0 مثلا، ورحت هنا استلمت مسج مثلا 1 0 0 0 1 0 على سبيل المثال، وهكذا. لاحظ انا قلت لك روح في كل التشفير في كل يا رجح الاساس. لاحظ انه لو جيت هان في المسج هذا وطلعت هان على اول 3 حروف هان، اول 3 حروف هان ايش راح يصير؟ راح يصير انه 1 0 هلا بتاخذ حرف البي، والصفر هذا بتاخذ حرف ايش؟ الاي. ولو اخذت 3 مع بعض هياخذ حرف السين. اذا انا ممكن اشفر هدول هذه الرساله لاكثر من شيب، decoded to more than one shape، الأكثر إيش من شكل. ممكن أبدأ ب A أو ممكن أبدأ ب C وأمشي. لاحظ هنا هذا الكود، بالتالي هذا المسج أو هذا الكود نسميه non uniquely decodable code. بس لو طلعت له على المسج هذا او على الكود هذا، لاحظ انا مش ممكن الا اخذ حرف هذا لحاله، الاي لحاله، 0 1 0 1 فيش لدى 0 1 لحاله حرف البي، 0 1 1 0 1 هاي عندي 0 1، وانا عندي هاي 0 1 تمام. وممكن اخذ ايش 0 1 1 0 1 1. طب لو اخذت 0 1 1 هذين ايش راح يكون بعدي؟ 3 وحدات. فلاحظ انه هنا لو اخذت انا الصفر لحالها بقدرش اخذ الصفر لحالها. طيب لو اخذت 0 1 بقدر اخذ 0 1، باخذ حرف البي. طيب لو اخذت حرف 0 1 1 بقدر اخذ 0 1 1 مع بعض، تمام. فبقدر هنا هذه كمان، لاحظ انه هنا ايش حيصير؟ هذه ممكن اخذ 0 1 و0 1 1 هي حرف السي، وممكن اخذها على شكلين، اخذها 0 1 حرف البي، واخذ 0 1 حرف البي حرف البي، وبعدين اخذ 3 وحدات بنفعش. اذا الحل الوحيد في الحالة هذه اخذها هاد اي 0 1 1 خدها لحالها مع بعضها حرف السي، مفيهاش حاجة. بعدين بضل انا عندي 1 1 1 اللي هي حرف الدي، وبعدين الصفر حرف ايش؟ الاي، تمام. تمام اذا هادي انا هذا المسج او هذا الكود بس اخذ شكل واحد، بس اخذ شكل واحد اللي هو هذا الشكل بي اي بي سي دي، هذا الدي والاي.
فعشان هيك بنسمي هذا الكود يونيكلي ديكودابل كود. ايش علاقة الكرافت انكواليتي الان؟ تمام، الكرافت ايتش بقدر اقول ايتش يونيكلي ديكودابل كود ساتسفاي كرافت انكواليتي. كرافت انكواليتي is defined as submission d ناقص ال i على i اقل او تساوي واحد. بدنا نعرف واحد واحد. d اللي هي الالفا بت اري، الفا بت اري اللي هي المقصود فيها الاحرف التي استخدمت في عمليه الكود. في حاله الباينري، في حاله الباينري مثلا بستخدم الصفر والواحد، يعني الدي اللي هي عبارة عن ايش؟ الصفر والواحد، الباينري سورس اللترز اللي استخدمتها في عملية ايش؟ الكودينج، والصفر والواحد. السايز بتاعت الدي، السايز اوف دي اللي هو قديش كم واحد؟ اثنين. استخدمت ايش؟ استخدمت ايش؟ عنصرين. تمام؟ فالدي هان في الحالة هذه الدي في حالة فور باينري، فور باينري الدي بتساوي ايش؟ تساوي اثنين. دي اللي هي السايز اوف الالفابيت، الفابيت اري، الفابيت هذه السايز، هذا الفابيت اري سايز. الدي هي الفابيت اري ايش؟ تعرف الدي الفابيت اري سايز، وهي الالفابيت اللي هي صفر والواحد. طيب اذا طب والال، الال هي عبارة عن اللينث اوف ذا كود اي. لو انا جيت قلت لك مثلا، قلت لك للمثال اللي اخذته انا اللي هو عبارة عن اي صفر والبي واحد صفر والسي واحد واحد صفر والدي واحد واحد واحد، اوجد لي يعني شوف تشيك اف it satisfies Kraft inequality or not. باجي بقول submission اللي هي submission d ناقص الاي، بشوف ده نشوف اقل من واحد او مش اقل من واحد. باجي بقول هادي عبارة عن ايش؟ على الاي باثنين، اول واحد اللينث بتاعه الواحد بتساوي واحد، الاثنين بتساوي اثنين، الثلاث بتساوي ثلاثة، الأربعة بتساوي قديش؟ بتساوي أربعة. بقول اثنين أس ناقص واحد زائد اثنين أس ناقص اثنين زائد اثنين أس ناقص ثلاثة زائد اثنين أس ناقص ايش؟ ثلاثة، اللي هي بتساوي نص زائد ربع زائد ثمن زائد ثمن، اللي هي بتساوي ثلاثة أرباع زائد ربع اللي هي بتساوي واحد، اللي هي satisfy which is that mean these codes satisfy Kraft inequality. إذن ماذا satisfy إيش؟ Kraft inequality. وبالتالي each decodable uniquely decodable code satisfy إيش؟ Kraft inequality. بس خلي بالك، خلي بالك انه مش كل كود ساتسفاي كرافت انكواليتي، بس اليونيكلي ديكودابل كود ساتسفاي اللي هي الكرافت انكواليتي.